شاهد طالب يمني يصنع سيارة ويتجول بها في شوارع المأرب. تمكن طالب يمني بمحافظة مأرب من صنع سيارة خاصة به، الأمر الذي أثار إعجابا وتفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. الطالب الذي لم يتجاوز الصف الثاني ثانوي عبد القادر عيض الصديعي أبهر الجميع بالخروج إلى شوارع مأرب على متن سيارته الخاصة التي صنعها عن طريق تجميع القطع وتركيبها بمجهوده الشخصي. كان الطالب الصديعي يحلم بأن يمتلك سيارة شخصية، لكنه لا يملك ثمن شرائها، ولذلك قرر أن يصنعها بنفسه، فجمع القطع وركبها بنفسه قطعة قطعة حتى أصبحت جاهزة في شكلها المبدئي، بهيكل واضح وأربع عجلات ومحرك صغير ومقود، ثم أكمل العمل عليها وأخرجها بشكل مكتمل لتكون جاهزة للتجول في الشوارع. وللسيارة أضواء أمامية ومرايا وكشافات ليلية،